أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونها حجاب. ليت الصديق قد أذن لي بقتالهم قبل أن أصابوا الرباب وجلهم على إسلامه. قد صالحتهم الرباب ووضعوا الحرب بينهم. كما قيل، أكره أخاك لا بطل، يمنعون دماءهم ونساءهم حتى يجعل الله لهم فرجا. أما والله لئن ظفرت بعد الآن بمالك فلأنكلن به وبمن واطأه، ولا أخذنه بمن قتل من مسلمي الرباب، ولا أرضى فيه حكم المقاتل بل حكم القاتل، والقاتل يقتل في حرب أو في سلم. لا نمضي إليهم حتى يأتينا أمر خليفة رسول الله. قد صدق فيهم ظن الصديق، يقاتل بعضهم بعضا، فلنرى ما يفعل رهط سجاح ومالك مع مسيلمة ورهطه، وقد خرجوا يطلبون بلاده. عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ملامة. لا 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 لا. لا 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 نقاتلها، بل أوحي إلي أن أصالحها حتى ترجع عنا، وأبذل لها في ذلك ما يكفيها ويكفينا إياها، فلربما رجعت إلى الجزيرة. وقد ظننت أنك تمتنع عني بحسنك؟ انزل فقاتل أو أعطي. لو شئت لقاتلتك وأنا على ذلك قادر، ولكن ما لي بقتالك وغيرك أولى بحربي، ولكن نتراخى على ما يكفيك ويكفينا. فما عندك؟ لا يصلح هذا إلا بلقائنا أنا وأنت. فانزل إذن. قلت أنا وأنت فقط، أستأمن منك وتستأمنين مني، ثم نضرب لذلك قبة لا في عسكرك ولا في عسكري، إلا إذا كنت تخشينني أكثر من خشية إياك. أنا لا أخشى أحدا. هذا هو إذن. هل أهمك أن تختلي به ويختلي بها؟ ضعي عنك هذه الوساوس، إنما أخشى. ما الذي تخشى؟ قد صرت شريكها في هذا الأمر، ومع ذلك فهي الآن مع مسيلمة تقضي وإياه، فلا أدري. لا تدري ما الذي يتراضيان عليه؟ وهل ينالك شيء منه ترضاه أم لا؟ شريك في المغرم دون المغنم. ولسوف ترى صدق قولي، فلتأخذن لنفسها ولقومها منه ما تريد، فإذا رجعت إلى ديار تغلبة خلفتك وراءها لحساب خليفة رسول الله وحساب سيف الله خالد بن الوليد. خليفة رسول الله؟ سيف الله؟ تواطئين علي يا ليلى وأنا زوجك؟ لم تعد زوجي، إنما أنا كالسبية عندك. قل ما عندك لي حتى أعرف مغزى سؤالك فأظهر لك ما عندي.
نبدأ بالوحي الذي تزعمه. ما عندك من؟ لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشى. لا تؤخذ سجاحي بهذا، سجاحي تأخذ ولا تؤخذ. إذن خذي، أعطيك غلاتي اليمامة سنة، تأخذين الآن النصف وتتركين عندي من يأخذ النصف وترجعين إلى بلدك. ما لك وقتال العرب؟ هل أنصفت؟ هذا شفيعي إليك، لم نفرغ بعد. ماذا بعد؟ تزوجيني نفسك وتقيمين معي ثلاثا، فهو أجمع للشمل وأوثق للعهد، ثم نفارق وتفارقين، نسعد بالوصال ثم نسعد بالفصال. صالحت مسيلمة على غلات اليمامة سنة، اخلعوا الخيام واستعدوا للعودة إلى بلادنا، قد انقضت غايتنا من نجد. ونحن تمين، هذه بلادكم، اصنعوا فيها ما تشاءون. والعهد، والعهد الذي بيننا انقضى وقته، قاتلنا معكم الربابة حتى دخلت في صلحكم، وإن كان لكم غاية عند مسيلمة فاطلبوها منه. هيا قودوا الخيام وأعدوا الركاب، قد أصبنا النهاب، لا لوم ولا عتاب. كيف نصنع الآن يا مالك؟ نتفرق الجماعات حتى لا يجدنا خلق في موضع واحد. ما هذا بعهد الخليفة إلينا؟ فقد أمر أن نقيم في بوزاخة حتى يكتب إلينا. قد عهد إلي بإمارة هذا الجيش، وأن يرجع إلي أمراء الجيوش الأخرى إذا احتاجوا، فإن رأيت فرصة سانحة فلا أفوتها حتى أكتب إليه ويرجع لي الرسول بجوابه، وهذه فرصة لا تؤخر ولا تفوت. ولست أكره أحدا منكم، فمن شاء خرج معي ومن شاء تخلف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان، الأذان يا مالك، أدركنا القوم. ما لي ولأذانهم؟ أشهد أن محمد رسول الله. نقاتلهم؟ لا نقاتل ولا نؤذن. نفر إذن؟ وأين الفرار منهم؟ فما نصنع؟ ننتظر حتى يصلوا فنسلم، ثم نبذل لخالد ما فرض علينا من تلك الإتاوة التي يسمونها زكاة. لا إله إلا الله. لا نسمع شيئا من الأذان، وقد تراخى وقت على آذاننا. ذلك الصوت كأنه الأذان. لا أتبين اللغط، لعله لا يستبين مع هذه الريح. وما نصنع؟ أرى أن نبادرهم، فإن قاتلوا قاتلناهم وإلا أسرناهم. Thank you.
أما أنا فلم أسمع أذانه، بلى سمعت أصواتا وأصغت السمع فلم أتبين صوت الأذان. أظن أني سمعت أذانهم. تظن؟ لا أزعم أنه كان واضحا وكانت ريح قوية، ولكني أرجح إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا أبا سليمان، ما هكذا تورد الآية؟ ففي الحكم والقضاء يذهب الشك إلى صالح المتهم ويصرف الظن له لا عليه. ولما أحطنا بالقوم استأسروا جميعا ولم يرفعوا سلاحا، فلو أنهم لم يردوا على أذاننا بأذان منهم لكان إذانا بالحرب والقتال. ما أراكم تعتذرون للرجل إلا لأنه سيد قومه وله في العرب منزلة، وأني والله لا أفرق بين السيد والمولى. ما هذا أردنا يا أبا سليمان؟ إنما نطلب الحيطة ألا نصيب دما إلا بحقه. وأي حق أعظم من منع الزكاة أولا، ثم ما اكتفى بذلك حتى اتبع تلك الكاهنة الملعونة سجاحة وقاتل بها حي الرباب وفيهم من مسلمي قومه، فقد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصاب دماء المسلمين. إذن أرسل به إلى خليفة رسول الله يحكم فيه. أفكلما أردت أمرا قلتم ارجع إلى خليفة رسول الله وبيني وبينه مسيرة أيام وليال؟ وقد جعلني أميرا على ما فوضني به، أقضي بمقتضى الحال في مكانه وأوانه، وإلا كان العدو أسرع منا إلى أمره ولبثنا في حيرة من أمرنا. قلت حقا يا أبا سليمان، إلا أنك قد ظفرت بالرجل بعد أن وجهت السرايا في طلبه مع مرتدة تميم قبل أن يأتيك كتاب الخليفة، وتابعناك على هذا. فالآن صار الرجل في يدك، أرسل به إلى أبي بكر أسيرا ينظر في أمره كما فعلت مع سيد غطفان عيينة بن حسن. ذكرت أمرا ونسيت آخر، ما كان أمر الخليفة لي في أهل بوزاخة وقد ظفرنا بهم؟ قال لا تقبل منهم حتى يأتوك بمن مال على مسلمي قومه فقتلهم، فإذا ظفرت بهم فاقتلهم، وحكم هؤلاء كحكم مالك بن نويرة، وما جزاء القاتل إلا أن يقتل ولو كان مسلما. دع عنك خيلاءك وانظر إلي، ما كنت تطلب بكل الذي فعلت؟ أجب. إن كنت خالد بن الوليد فأنا مالك بن نويرة. تالله ما غير الأسر منك. لا يغير الليث صفته في الأسر، أما ابن عرس فلا يعظمه أنه طليق. ما كنت أطلب ما يطلب الليث بطبعه، خلق سيد الوحش فلا يرضى بأقل مما خلق له، فإن زحم على حماه أو فريسته بطش أو قتل. وقد أقيمت عليك الحجة عندي، لم تمنع الزكاة حتى كفرت جملة، اتبعت تلك الكاهنة التي زعمت أنها نبية ثم ملت معها على مسلمي الرباب فقتلتم منهم فتحملت دماءهم. ولكني مع ذلك أسألك، ما تقول في الزكاة؟ أما الصلاة فإن شئت بدلتها لكم. إن شئت؟ أم يأمر بها الله؟ ألا تبذلوها لله؟ إن أردت بها الله فالله وحده يعلم ذلك مني، فليس لك إلا ظاهر أمري. وقد سألتك عن الزكاة. أما هذا فلا والله لا أعطيكم إياها، بل هو مالي أصنع به ما أشاء فاصنع ما شئت. أما علمت أن الزكاة قرينة الصلاة؟ قد كان صاحبكم يزعم ذلك. صاحبنا؟ تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهو ليس بصاحبه.
قد وقع عليه القول، اضربوا عنقه. خالد لا تفعل. أبعد الذي سمعت تجادلني فيه؟ تنحى يا أبا قتادة. والله ما نطق الرجل بصريح الكفر، أما ما كان منه على مسلمي رباب فقد كان قتالا، ثم تصالحوا مع مالك ووضعوا الحرب. وإني نهيت خالدا عن قتله فأبى، وملأني الرأي عبد الله بن عمر. وقبل ذلك شهدت أني سمعت أذان القوم، فقد رجح ذلك عندي، وإن خالفني في ذلك آخرون. وما قتله حتى تزوج امرأته أم تميم، وإنها والله لسوءة، وإذ فعل فقد فارقته لأشكوه عندك. تزوجها بعد أن استبرأت وقضت عدتها؟ قهرها على ذلك أم رضيت؟ لقد أخذها مع زوجها في الأسرى، فهي بمنزلة السبية، والسبية لا أمر لها كي يعرف رضاها من عدمه. أنت يا أبا قتادة، من أذن لك أن تترك أميرك وتأتينا؟ رأي من أميره. على رسلك يا عمر، ما كان لك أن تترك خالدا وجيشه وتأتيني بغير إذن منه أو مني. فارجع من فورك إلي وكن في طاعته، ولا يفوتنك الجهاد معه. السمع والطاعة يا خليفة رسول الله. ما بالك يا أبا بكر، تشتد على أبي قتادة وتترك ما جاء به خالدا وعمله؟ لا ينبغي أن نشجع الجند على أن يجرؤوا على أميرهم وهو في حرب، فيختل نظام الجيش ويفقد أميرهم هيبته، بينما العدو متربص بهم. ولو جاء ولدك عبد الله بما جاء به أبو قتادة لكنت أشد عليه. وخالد، ما عساك تصنع به؟ ألا تعاقبه؟ فيما أعاقبه؟ فيما تعاقبه؟ لقد قتل رجلا لم يظهر منه كفر بواح، وكان أسيرا عنده. لئن لم ينطق بكلمة الكفر فقد عمل بها، فما اتباعه تلك الكاهنة الكاذبة سجاح؟ ألم تكن تتنبأ؟ وهب أنه رجع إلى الإسلام ليعصم دمه، ألم يمتنع عن أداء الزكاة؟ ألا، ولكنه لم يجحد وجوبها فيكون كافرا. وقتله مسلمي الرباب، ألم نأخذ أمثاله من غطفان وأسد بمثل ما أخذه به خالد؟ كان ذلك قتالا كما قال أبو قتادة، ثم اصطلح الحيان على وضع الحرب. ولم تعجل بقتله على كل حال ولم يرجع إليك؟ بل ما كان ينبغي له أن يمضي من بزاخة لقتال مالك ومرتدة تميم، ولم تكتب له بذلك كتابة. ليس مذهبي أن يراجعني أمير الجيش في كل ما يعرض له وبيني وبينه بلاد، بل يعمل بمقتضى ما يرى ويجتهد رأيه ولا يألو. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وعاقبة الخطأ في هذه الحال أهون من عواقب التراخي بين سؤاله إياي وجوابي له والعدو محيط به. ليس هذا مذهبي، فأن أعمال أمرائك محسوبة في أعمالك، وأنت أميرهم جميعا، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخشى إن انفردوا بالرأي عنك أن يوشك أحدهم أن يستقل بنفسه ويستغني بحكمه مع تباعد البلاد. يا عمر، قد انقطع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما الحلال والحرام فقد بينهما الله، وتركنا منهما رسول الله على الحجة الواضحة. أما ما عدا ذلك من شؤون الحكم والدنيا وسياسة الناس، فنتقي الله ما استطعنا، ثم نجتهد رأينا ونتشاور ونسأل الله السداد. وليت أن الأمور التي تعرض لنا تنحاز بين صواب لا لبس فيه كفلق الصبح، وخطأ لا لبس فيه كعتمة الليل، فلا يقع بيننا اختلاف أبدا. ولكن الأمور ليست كذلك، وإلا لما أمرنا الله بالشورى إن كان الصواب بينا جليا في كل مسألة؟ هل يشاور أحدنا فيما فرضه الله وقطع به كالصلاة والصيام والزكاة؟
فإن كان هذا طبع الدنيا، فإن اختلاف الآراء وتدافعها سنة من سنن الله في خلقه، على أن ينضبط ذلك بالشورى وتقوى الله، فلا يصير الاختلاف خلافا والتدافع تنازعا. وقد بينت لك مذهبي في عمل أمرائي، ولك مذهب آخر، ولكل منهما أسباب قوته وأسباب ضعفه، والحمد لله الذي أعانني بعمر حتى يعتدل الرأيان أحدهما بالآخر. لا بأس، هذا في عمل الأمراء، ولكن هذا لا يعذر خالدا في قتل مالك ثم زواجه بامرأته، وقد جادلتك برأيي. وأطلت جدالي، وأشد ما أقول فيه إنه تأول. وأقل ما أرى فيه أنا أن تعزله، فإن في سيفه لرهقا وتسرعا. أعزله معاذ الله؟ لا والله لا أغمد سيفا سله الله على الكفار. ما بك يا عمر؟ ما بك تشتد على خالد؟ أفي نفسك منه شيء قديم؟ أما زلت تذكر فعله بنا في أحد؟ فإن الإسلام يجب ما قبله، وما إن أسلم حتى أمره رسول الله وقد عرف له فضله. لا والله ما في نفسي منه شيء، فقد علمت أنه من أخوال بني مخزوم، وكنت أجدر الناس بالدفع عنه لولا أن يقدم صالح المسلمين. وأنا كذلك إن شاء الله. ثم هب أنه تأول فأخطأ، ما كنت لأعاقبه بالعزل، فأكون قد عاقبت المسلمين جميعا بأن نزعت من أيديهم سيف الله، وحرمتهم من أعظم قائد في الحرب عرفته العرب وعرفه المسلمون. ومن يقوم مقام خالد في حرب بني حنيفة وقد هزموا عكرمة ثم شرحبيل بن حسنة وهما من تعلم؟ هذا والله ما أخشاه غدا، أن يقول الناس لا أحد يغني غناء خالد فيغتر بنفسه ويدل به ويفتتن به الناس، فإن أمرهم بأمر غير أمر الخليفة لحقوا به. لا تقضي بالظن يا عمر وما يمكن أن يقع قبل وقوعه، فلا يأمن أحدنا على نفسه من فتنة الدنيا حتى يقضي الله فيه يوم القيامة، ولكن نقارب إن لم نسدد. امضي إلى اليمامة على بركة الله، وذلك عهدي إليك، فاتق الله وحده لا شريك له، وإياك يا خالد بن الوليد ونخوة بني المغيرة، فإني قد عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط. وانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله فإنك لم تلق قوما يشبهون بني حنيفة، كلهم عليك ولهم بلاد واسعة، فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك. يا بني حنيفة، اليوم يوم الغيرة، فإن انهزمتم تسترق النساء سبيات وينكحن غير خطيبات، فدافعوا على أعراضكم وامنعوا نساءكم.
أنا ابن الوليد الهود، أطلب المبارزة، فمن ظن أنه ندي فليخرج. مسيلمة، أعرض عليك مخرجا لك ولقومك. ارجع الآن إلى الحق وأعلن توبتك على الملأ، وأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك كنت في كفر وضلال، وابذل الطاعة لله ورسوله ولخليفة رسول الله. فإن فعلت فأنا أعهد إليك أن أقبل منكم وأعفو عنكم وأضع السيف. ما قولك؟ اخذ دماء قومك يا مسيلمة، واعطني ما طلبت، أعطيك ما تعهدت به لك. قد أنصفت وعذرت. محمد، you
هربون من هنا. توقف أمين الجنة تفرون. توقفوا. توقف. رحم الله زيد بن الخطاب مع النبيين والصديقين والشهداء إن شاء الله. أحسنوا دفن أخيكم. إلى الفردوس الأعلى يا عبد الله بن سهيل، وفيت ذمتك وقضيت الذي عليك، ومات رسول الله وهو عنك راض. أحسنوا دفنه. سبحان الله، عشا معا واستشهدا معا. نعم الرجل أبو حذيفة بن عتبة، ونعم حامل القرآن سالم. أشهد عند الله لكما. ادفنوا أخويكما في قبر واحد، قد عاشا متأخيين لا يفترقان في طاعة الله. كيف تفعل يا أبا سليمان وقد تحصنوا؟
لا سبيل الآن إليه، نحصرهم حتى يجوع ونقيم أياما هنا حتى تبرد أجسامنا وننشغل عنهم بشهدائنا وجرحانا، وما يدرينا أن يأتيهم المدد فنصير بينهم وبين من يمدهم. وكيف لنا أن نتزود في هذا المكان؟ فكيف نصنع وقد أغلقوا على أنفسهم أبوابها والسور مرتفع كما ترى؟ احتملوني وألقوني من فوق سورها عليهم في الحديقة قريبا من أحد أبوابها، حتى إذا سرت وراء السور عجلت إلى الباب ففتحته لكم، فإذا دخلتم عليهم فتحنا الأبواب الأخرى. تقتل نفسك؟ أقتلهم إن شاء الله. ويحك، ترمي بنفسك فيهم، والله ما تبلغ الباب حتى يمزقوك إربا إربا. قد أمين أن يصنع أحد منا مثل هذا الصنيع، وهم الآن يريحون وقد ظنوا أنهم صاروا في أمنة ومنعة، فوالله لتفعلن بي ما أقول. أحسن الله عزاءك في ولدك حبيبي أم عمارة، لله ما أخذ ولله ما أعطى. احتسبتها عند الله يا أبا سليمان. قومي معي يا أم عمارة، فقد أبليت بلاء حسنا وفيك كل هذه الجراحات. هلمي معي إلى خيمتك، أجعل عندك من يواسي جراحك. هيا هداك الله. أحسنوا دفع حبيب، فقد كان برا رضيا.